We're getting this information mainly from hospitals. أستاذ إسماعيل، ممكن تقول لنا شنو مهمة اللجنة في ليبيا؟ اللجنة مهمتها دي لجنة حيادية لتقصي حقائق اللي قامت بها حكومة القذافي من انتهاكات لحقوق الإنسان، وإحنا جينا هنا نعد ملف كامل من انتهاكات وأسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين، وهنعمل ملف، وعندنا نخبة برضه من المستشارين والقانونيين في محكمة العدل الدولية، واللجنة اكتملت اليوم الملف بتاعها ونرفعه للمركز في النرويج لإعداده لمحكمة العدل الدولية. ممكن تحكي لنا امتى تأسس الفرع اللي في ليبيا هنا، وشن كان مهمتها بالضبط قبل ما تقوم الثورة؟ الفرع جديد، تم اعتماده في 10/10/2010، هي تم اعتمادي أنا كمديرة المركز هنا في ليبيا. ولكن أنت تعرف أن السلطات كانت أي موضوع خاص بحقوق الإنسان كانت ترفضه نهائيا، فأصبحت الوكالة أذهب إلى كل مكان حتى يتم اعتماده، من الأمن الداخلي للخارجي للمخابرات، وكل مرة أتحدث ويتم التحقيق معي، فلماذا لماذا لماذا؟ إما أن أرضخ لتصرفاتهم، إما أن أرضخ لسياسة الاحتواء التي يطبقونهم، أم إن هذا المركز يرفض نهائيا. أستاذ أمال، أنت اليوم حدثتينا عن أرقام وأعداد الجرحى والمصابين والمفقودين في الصراع اللي صار في المنطقة الشرقية ومصراتة، شنو مصادركم للأرقام هذينا وما مدى الثقة فيهن؟ بالنسبة طبعا لمصادرنا، نحن طبعا كوننا الفريق هذا وانتقلنا بأنفسنا مجموعة كجروب كامل، تقصينا الحقائق، وكانت مصادرنا هي المستشفيات، كشوفات المستشفيات، وكانت مصادرنا أيضا سجل المدني بنغازي، هذا فيما يخص مدينة بنغازي السجل المدني، وكان مصادرنا أيضا كشوفات المفوضية الكشافة لأنهم شاركوا بعمل أثناء الحرب، ومصادرنا أيضا الهلال الأحمر الليبي. وأنا أكدت أن هي تقريبية، ليش؟ لأن نحن الآن في مازلنا في حالة الحرب.